الله، شايف البحر شو كبير، كبر البحر بحبك. يا صباح الخير وصباح الورد على كل مشاهدين، وصباح غير، صباح الساكسفون وصباح الطرب. صباح الخير ولا صباح الورد؟ ما هي صباح الورد مشاهدينا، يعني فعلا مثل ما متعودين دائما صباحنا يبدي حلو، واليوم بدا احلى بهالمعزوفه الحلوه. واول شيء نبدي بالعناوين. الساكسفون من أشهر الآلات الموسيقية التي أحدثت تطوراً في عالم الموسيقى، وتحديداً في موسيقى الجاز والبلوز، وحنسمعها مباشرة مع ضيفنا في حلقتنا اليوم العازف جورج ماضي. الباخوث رياضة قتالية عنيفة تعتمد على الملاكمة والركل والمصارعة، حيث أصبح لها اتحاد دولي ينظم البطولات العالمية والقارية بمشاركة 120 دولة، من ضمنها 3 منتخبات عربية وهي العراق والجزائر ولبنان. تشجيع المنتج الوطني، المنتج الوطني تحت مسمى صنع في العراق مباشرة من معرض بغداد الدولي. الريكورد فلوت هي آلة موسيقية شبيهة بالناي أو المزمار الشرقي، ولكن بسلم وقياس موحد ومختلف. وفي حلقتنا اليوم شاب من بغداد يحترف العزف على آلة الريكورد فلوت. المواد الطبية والتجميلية المتداولة عبر الانترنت، اليوم مع الصيدلاني محمد أكرم من أربيل. وطبعا نذكركم بهاشتاج اليوم حلقتنا، ما هي أفكارك لقضاء يوم عطلة مميزة؟ بالبيت. 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 بس أول شيء نريد نرحب بالموسيقار والعازف، أهلا وسهلا بك جورج ماضي. صباح الخير. شو هالصباح الغير ويانا اليوم؟ هي لازم يكون غير يعني مع العزف اكيد. طب جورج، احنا حابين نعرف شو هي افضل آلة موسيقية بالنسبة لك؟ يعني انا عارف ان انت تعزف اكثر من آلة. صح صح. هلا انا اساسي عازف اورج وبيانو، بس آلة الساكسفون طبعا عالم ثاني كان، وتعبت عليها كثير وفضلها اكثر شيء، يعني فضلتها اكثر شيء، وبالنسبة للقانون اكيد بالاضافة للقانون، بس هي كآلة الساكسفون حلوة. هي المفضلة بالنسبة لي. المفضلة طبعا. والحلو انها صارت آلة فعلا توصل لكل اذان المستمعين، ان كانوا عرب شرق والغرب. صح. خاصة لما لعبوا عليها الشرقي، يعني هي آلة غربية بس عملوها بطريقة الشرقية، العرب تقربت من العرب كمان اكثر واكثر. تمام. شو اصعب شيء بالآلة؟ يعني لتوصل لهالمرحلة شو اكثر شيء صعب بالآلة؟ هي التقنية تبعها، ومثل ما قلت لك الشرقي، يعني النوطة الشرقي اللي عم تهلا رح يقطع معنا اغاني فيها هيك شوية شرقي وهي بتدخل القلب، يعني بقى التكنيك تبعها هي شوي صعب، ونفخ يعني رياضة نفس بدها رياضة طبعا. في تمارين تنفس معينة تسويها للساكسفون؟ مش تمارين تنفس، فيها ذكاء بالتنفس كيف تستعمل الجمل يعني. طب ليش تحديدا الساكسفون اختارتها تكون الآلة اللي دائما تميل عندها أكثر شيء؟ الساكسفون أنا تأثرت بالأستاذ الله يرحمه سمير سبور، الله يرحمه، له أنا وصغير، وهو اول مين عزف اكيد مع ست كلثوم، عزف مع كثير كبار فنانين. صحيح. كثير كنت اسمع له، اتاثر بعزفه كثير، وكنت تحلم انه اتعلم هال من انت وصغير يعني؟ من انا وصغير، بس تعلمته على كبر. وكم اخذت معك وقت لتتعلم انه تخلص تكون محترف بهالاله؟ تقريبا سنه بس، يوميا 6 إلى 7 ساعات. اوف. يعني والجيران موجودين ولا؟ لا، كان اشتغل بمكان انا، كان تقريبا خاص المكان مثل مطعم وهيك، بالنهار ما في حدا، يكون قرب النهار وبالليل العالم يجوا. جورج ماضي عازف الساكسفون، شو راح تسمعنا اليوم؟ خلي شيء قريب للقلب، شو منقول عندنا، وشيء فعلا بديت به يمكن من زمان، يعني من اول المعزوفات اللي تعلمتها. يلا. yeah. حزوره ولا بقول لكم اياها؟ يلا نحزرها. حزوره. نحزرها.
الاغنيه مستحيل احد ما يحبها. لازم هاي حب الجميع على الوتر يعني. على الوتر. شنو بعد من الاغاني؟ هاي اغنيتك المفضله ولا هي اغنيه عالميه عبد الحليم؟ صح. يعني في كثير اغاني، يعني موسيقى بحر يعني. صحيح الموسيقى بحر، بس لو تعزف لنا اكثر اغنيه او اغنيتك المفضله اخر فتره اللي دائما تعزفها وتتمرن عليها بالبيت. فيروز غير فيروز، عربي اجنبي، انت المفضله بالنسبه لك؟ لحظه خلينا اجنبي، سوينا اثنين عربي، خلينا نفوت على يلا اطلع لكم وحده كمان معروفه كثير يعني، عبد الحليم بس بالاجنبي. يا سلام. طبعاً هذا يمكن من أشهر الأغاني، اللي تروحين الأوتيلات، تروحين مطاعم دائماً. البارحة الحلقة كانت عن شوية على الموسيقى وعلى العلاج الطبيعي والعلاج اللي هو إن كان بالأعشاب أو شو كان، ضمنها العلاج عن طريق الموسيقى. صحيح. فعندي سؤال، الأطفال أو العوائل بدأت شوية تنمي حس الموسيقى عند أطفالهم بالبيت، ومن ضمن الآلات اللي شفناها من ضمنها الساكسفون أو الآلات النفخية إذا نقدر نسميها، صار اكثر يحبون يعني يتعلموها بالبيت. من ضمن خبرتك واكيد كل اللي سويته خلال هالسنين هذه، شو تنصح الاهل كيف ممكن ينمون هالهوايه عند اطفالهم؟ انا باخذ على مثل لي، يعني انا كانت الوالده دائما اغاني بالبيت، يعني تسجل الاغاني على التلفزيون احضرهم. انا بلشت على البلاستيك وعلى هدول الطناجر والشغلات، يعني بلشت لانه عندي اذن موسيقيه، نميت هالاذن الموسيقيه. بنصحهم اكيد دائما يدعمون بالموسيقى، كان بالسياره ولا كان بالاضافه للتعليم الصح، يعني الانستيتو المعهد الشغلات، ويتعلموا اله البيانو. هيدي اهم شيء هي كاساس. أوكي. لانه اله البيانو بيسمع صح. هلا ممكن هي تفرق، ممكن الفيولين يفرق، آلة البيانو هي الأساسي، وبعدين بميل لا بيشوفوا ميوله لأي آلة، بس أكيد لازم يحطوا له مثلا ساكسفون، مثل ما أنا كنت أسمع سمير سرور أنا وصغير، أكيد بفضل للوالدة يعني، واليوم عيد ميلادها على فكرة بوجه لها تحية. لا هابي بيرثداي، كل عام وأنت بألف خير. ثانك يو هيدي بميل لين قطعنيها. جورج يعني أنت، هل نقدر نقول إنه أنت من النوع اللي أي أغنية لو سمعت البدايه مالتها تقدر تكمل، يعني وصلت لهالنوع من الاحترافيه او هالليفل من الاحترافيه؟ هو انا بدايتي سمع كان سمع. ونميتها بالدراسه، دراسه قليله لانه انا متخصص بشيء ثاني، يعني درست انا بتعرف اهلي لا لازم تدرس مش الموسيقى بس، نميتها بس بدراسه صغيره فتره كبيره. باقي على التمرين والتعليم الذاتي؟ طبعا اكيد، وانا بما انه هلا موسيقي يعني شغال بالهيدا كمان هذا البراكتس بعلم كثير. دائما لاحظنا اخر فتره يكون في الباك جراوند موسيقى او اغنيه معروفه او شيء، وصار دمج معاها الاله، فصار تعطي شويه صح. حياه اكثر. حتى انا بما انه انا عازف عده الات، انا كل الباك جراوند تبع الميوزك كلها انا بشتغلها، يعني مسجلها عندي استوديو بالبيت، بسجلها بحضرها وبعزف بالاعراس بالهيدا، كان غربي ولا اجنبي ولا دانس مونكي. دانس مونكي. طبعا جورج هو عباره عن فرقه كامله لوحده. شايفه جورج قبل بيعزف وعنده على اله الاورج اللي يسموها الريذم بوكس، اللي هي كل الالات تكون موجوده باله الاورج، طبقتين تكون ويعزف بيها، يعني فعلا يكون باند الوحدة، فرقة الوحدة، ما محتاج لا العازف البيس ولا عازف الساكسفون ولا شيء، مع انه الساكسفون انا احسها هذه الآلة المفضلة، ما تيراد لها شو لوحدها. حتى مع احترامي لكل العازفين، يعني هلا اللايف باند كمان شيء له نكهة بعده، له نكهة اكيد، قد ما يطوروا بالآلة الاورج قد ما يطوروا. انا شخصيا بس اشتغل مع باند بنبسط اكثر، مع انه الريتم بوكس مثل ما قلت مبرمجة ما يحتاج لشيء ابدا يعني. طيب. هيدي التكنولوجيا. عندي سؤال يمكن شوي له علاقه اكثر بالتكنولوجيا. اخر فتره صارت التكنولوجيا تاخذ حيز كبير من اي شيء نسوي في حياتنا، ومن ضمنها الموسيقى، لاي مدى ممكن يكون اثرها سلبي وايجابي؟
هلا التكنولوجيا بالنسبه لآلاتنا نحن يعني ككيبورد كهيدا، حتى بالنسبه لهي للساكسوفون هي آله اكوستيك، يعني ما فيها شيء، ما فيها تكنولوجيا، ما فيها، ممكن يطوروها بال 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 بالماتيريال او بشيء، بس الاكويبمنت يعني الاجهزه اللي بتركب على هيدا ممكن تخلي، ممكن اعمل لك صوت الساكسوفون يطلع صوت فايولين. تخيل لك لوين وصلنا التكنولوجيا، مش بس انه نحن عم نلعب ساكسوفون. إلى سلبياتها وإلى إيجابية. إيجابياتها أنه أوكي حلوة، مثل ما قلنا أنه شلنا الفرقة وحطينا ريتم بوكس، بس كمان قعدناهم بالبيت للجماعة، يعني هيدي اللي مش حلوة كمان، يعني التطوير شوي إذا عالم لازم يكون إلى حد معين ممكن. طبعا أكيد أكيد، بس ما بنستغني عنهم، فرقة يعني فرقة. بما أنه عيد ميلاد الوالدة الله يحميها ويطول بعمرها، شو تحب، شو أغنيتها المفضلة اللي تحب تعزف لها إياها؟ بتحب سألوني الناس لفيروز. يلا فضل. بدينا فيروز ونختم بفيروز. يلا. شكرا جورج، شكرا لوجودك ويانا، والله يحفظ الوالده ويحفظ كل الامهات بهاليوم الجميل وهالصباح الجميل اللي انت اعطيتها النكهه وضفت نكهه زايده. شكرا على الاستضافه الحلوه ويعطيكم الف عافيه للاكيب كمان للكل. شكرا لك. شكرا لك جورج. ومشاهدين رح نبقى بالموسيقى، وعندنا اله جديده هي اله الفلوت، من احدى الالات الموسيقيه النفخية المميزة بسهولة الحمل والتي ارتبطت بعدد كبير من المشاهير، من بينهم الفنانة إيناس عبد الدايم التي اختيرت مؤخرا وزيرة الثقافة في مصر. ولكن اليوم عندنا من بغداد شاب يحب العزف على أكثر من آلة، ولكن أبرزها آلة الفلوت. نتابع التقرير التالي مع آية من بغداد. حياكم الله مشاهدين قناة الشرقية وين ما كنتوا. اليوم احنا وياكم راح نلتقي بأحد الشباب الموهوبين، طبعا هو يعزف العديد من آلات بس يتميز بعزف آلة الريكورد فلو اللي تعتبر آلة فريدة من نوعها، فتعالوا ويانا نتعرف عليه ونستمع إلى عزف. أنا سجاد محمود، طالب طبعا مرحلة أساسة من بغداد. طيب سجاد، أنت فنان تعزف عدة آلات، من ضمن هذه الآلات هي آلة الفلوت، فأريد تحكي لنا عنها وهمين تشرح لنا شلون يتم العزف عليها. طبعا آلة الريكوردر فلوت هي آلة كلش مشهورة، كانت في فترة ما بالعصر الموسيقى ما يعرف بعصر الباروك، كانت تستخدم بجميع الحفلات الضخمة بذاك الوقت، وبها هي يعني عدة من الأنواع، منها بيز ريكوردر وبها آلتو تنر وسوبرانو، يعني حسب الطبقة الصوتية اللي متاح استخدامها. تعمل الآلة على نظام الوصل اللي هي الصافورة بها بالبداية بالقدم مالتها، بعد الموث بيس هاي الوصل هي اللي تطلع لنا الصوت مالتها، تختلف عن النظام الثاني من الآلات الموسيقية النفخية اللي نفس المبدأ. طيب هذه الآلة ليش كلش قليل اللي يعزفوها بالعالم، ويمكن بالعراق أنت الوحيد اللي تعزفها، هل لأنه هي صعبة؟
هي إضافة إلى أن هي صعبة طبعاً، هي أصلاً ما متوفرة، والشركات اللي تنتجها كلش قليلة حالياً، لأن هي أصلاً مساحتها الصوتية أقل من المساحة الصوتية للآلات الموجودة الثانية، فقط 2 أوكتاف 2 أوكتاف ونص، من الفلوت العادي يغطي أكثر من 3 أوكتاف، الكلارنيت يغطي أكثر من 3 أوكتاف ونص، وهكذا. زين، أنت تدرس طب، وطبعاً الطب كله صعب، شلون توازن بين الطب وبين الموسيقى؟ وهمينا ماكو ارتباط بين الطب والموسيقى، فليش ما اختاريت مجال انه يكون موسيقي؟ هو بصراحة عندي انا اكثر من اهتمام بالمجال الموسيقى ومجال الطب، والموسيقى يعني امارسها من قبل لا ادخل الكلية، فمن دخلت تفاجأت انه صعوبة وهيك كذا، فحاولت اخصص بالاسبوع يعني فد ساعات معينة للتمرين، وبالعطلة احاول استغل الوقت قدر الامكان، وبهذا الشكل يعني تقريبا اوازن بين المجالين. بكم مشاهدينا مرة ثانية، واليوم مثل ما حبينا نذكر بهاشتاج الحلقة، ما هي أفكارك لقضاء يوم عطلة مميز؟ لا تنسون تشاركونا الهاشتاج على صفحة الشرقية، وتشوفون راح تشوفون الباركود طلع على يميني، بس تحطون التليفون تفتحوا على الكاميرا راح يأخذكم مباشرة إلى صفحة البرنامج، وتشاركونا آراءكم، وأكيد رح نقرأها بآخر الحلقة. خليني أقرأ لكم كذا تعليق، ما شاء الله واية تعليقات، وأكثر التعليقات اللي موجودة النوم. ما أدري الناس ما قاعدة تنام بالأيام العادية، بالعطلة يريدون يقضوها نوم. لحد الآن هذه أكثر التعليقات اللي موجودة، بس خليني أوجه السؤال لتيماء. صباح الخير. صباح الورد صبايا. إحنا مبلشين يومنا طرب، ويوم إجازة، ويوم وناسة. أول شيء، شو أفضل آلة موسيقية؟ بيانو طبعاً. البيانو هو المصدر، المصدر والأساس. هذا اللي تعلمنا اليوم. تعزفين بيانو ولا ما تعزفين؟ لا، كنت أعزف على الأورج وأكورديون لما كنت صغيرة، ولما كبرت شوي بس بعدين وقفت. طب يوم الإجازة شو تسوين؟ كثير شغلات، لعب رياضة، بقرأ. يعني ما بتنمي؟ لا لا لا، أنا ما كثير بحب النوم صراحة. ما كثير يعني، إذا نمت 7 ساعات كثير ممتاز، خلص 7 ساعات بس، خلص ما عاد في نوم. وفي شي بلان على هالويكند؟ لا لسه، لا لا ما في شي. جو حلو مثل ما نشوف، الجو شتوي فحلو. حتى هداك الأسبوع أو من شيء 10 أيام رحنا على الفجيرة، كان طقس بجنن، روعة صراحة. جميل جدا. وإن شاء الله أخبارك أروع. يا رب. وأكيد آخر خبر، أهم شيء عندنا آخر خبر. خلينا نشوف. يلا خلينا نشوف. نبدأ أولى أخبار الصباح من العاصمة الأمريكية التي تحول وسطها إلى حصن منيع قبل ساعات من تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة. الطريف في الأمر أن بعض التعليقات شبهت منطقة الكابيتول، أي مبنيي مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين، حيث تجري مراسم التنصيب، شبهت المكان بالمنطقة الخضراء في العراق بسبب شدة الإجراءات الأمنية ومنع الاقتراب منها. وأغلق قطاع منتزه ناشونال مول الضخم، حيث يتدفق مئات الآلاف الأمريكيين كل 4 سنوات لحضور مراسم التنصيب. ومنعت السلطات منذ أيام دخول المنتزهات العامة الرئيسية، بما في ذلك مركز التسوق الوطني في واشنطن، وأغلقت الجسور، وتم إغلاق أكثر من 12 محطة لقطارات الأنفاق حتى يوم التنصيب. وفي العراق، أقرت الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية استخدام لقاحين مضادين لفيروس كورونا بشكل عاجل. وذكر بيان أن الهيئة تقر استخدام لقاح أسترازينيكا البريطاني وسينوفارما الصيني بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا. وكانت الهيئة تعاقدت على استيراد ملايين الجرعات من لقاح فايزر
ستصل تباعا بعد أقل من شهرين. أطلقت وزارة الصناعة العراقية خطة إعادة العمل بشعار صنع في العراق عبر تفعيل عمل عشرات الخطوط الإنتاجية الصناعية المتوقفة منذ سنوات جراء غياب الدعم، وتشمل الخطة توفير مئات الآلاف من فرص العمل وتشغيل أكثر من 90 مصنعا، بالإضافة إلى خطوات أخرى أعلن عنها على أرض معرض بغداد الدولي. وبدأت وزارة الصناعة خطة شاملة لإعادة الحياة لمئات المصانع المتوقفة عن العمل. المزيد من التفاصيل عن معرض صنعاء في العراق ستكون بعد قليل عبر بث مباشر من بغداد. علماء الأحياء الصينيون يكتشفون أن المواد السكرية من خلايا طحالب معينة يمكنها وقف عمل أهم إنزيمات الفيروس التاجي ومنعها من التوغل في خلايا الإنسان، ويأمل العلماء بأن يعدوا على أساس تلك المواد دواء أو يعد دواء ضد عدوى فيروس كورونا. يذكر أن العلماء يستخدمون عادة من أجل مقاومة انتشار وباء فيروس كورونا أدوية تم إثبات فعاليتها في مكافحة أمراض أخرى، ويبحثون في الوقت نفسه عن مواد فعالة أخرى يمكن استخدامها كأدوية ضد الفيروس التاجي. تابع وزير الصحة اليابانية عرضا لنموذج روبوت يجري فحوص الكشف عن مرض كوفيد 19 ويمكنه عرض النتائج خلال نحو 80 دقيقة بعد أن يستخدم ذراعا آليا في أخذ عينة في الأنف. وقالت شركة كاواساكي التي صنعت هذا النظام الآلي أن من الممكن وضعه في حاوية عادية على متن شاحنة ونقله إلى الستاندات ومدن الملاهي وغيرها من أماكن التجمعات. أعلن منتزه ديزني لاند في باريس الذي يعد الوجهة السياحية الخاصة الأولى في أوروبا أنه أرجأ إعادة فتح أبوابه إلى الثاني من نيسان إبريل المقبل بسبب استمرار تفشي جائحة كوفيد 19. وأوضح البيان أن ديزني لاند باريس لن يفتح أبوابه في 13 من شباط فبراير، كما أعلن سابقا نظرا إلى الوضع الصحي الحالي في أوروبا. رصد مختبر الفلكي ALMA لأول مرة مجرة بعيدة تقذف إلى الفضاء المحيط بها نصف الغازات اللازمة لتشكيل نجوما جديدة، مع العلم أن أي مجرة تموت جراء انتهاء الغاز. وأظهرت الحسابات التي أجراها الفلكيون أن كمية الغازات التي تخرج من المجرة خلال عام أرضي واحد تزيد عن كتلة الشمس 10,000 مرة. ويرى العلماء أن تلك الظاهرة تدل على أن المجرة على وشك الموت. عثر عمال المناجم بأورغواي على حجر كريم يشبه القلب البنفسجي، وميزته أنه لا يحتاج لأي عملية صقل أو نحت أو تلميع. وبحسب موقع جود نيوز فإنه بعد فتح الحجر الكريم الذي تم العثور عليه على حدود أورغواي والبرازيل من قبل عمال المناجم، ذهل المنقبون لرؤيتهم ما لفته الطبيعة وظهر على شكل قلبين من نوع الأماثيست، وذلك بعد فلق الحجر. والآن مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الموجز والعودة إلى الصبايا، وبعرف أن الأخبار ما واو بس منيحة. بالعكس القلب والحجر يعني لفتي لي نظري. لا لا بس بعد دخيلي قلبي دخيل قلبي. هي احنا دائما اي خبر له علاقه بالطبيعه بالسفر شيء نتحمس له. حلو خلاص دائما بوعدكم دائما. فاليوم احجار كريمه يعني حبيت الموضوع. يعطيك العافيه. شكرا لك دائما على موجز الاخبار. نرجع نشوف كذا تعليق من الهاشتاجز اللي موجوده. شفت هاشتاج سوري من تعليق من الهاشتاج مال اليوم. شفت تعليق جدا جميل، واحده كاتبه سمجتين اخذ سمجتين واطلع بيهم للهور وقاعده حلوه وطرب ريفي وقوري شاي على الجمر. مثل ما قلتي الناس مستمره انه انام واقعد وبعدين انام. ايه النوم يعني جدا مهم. اكل ونوم وبعدين نوم، نسافر من الغرفه لغرفه. والنوم واكل ونوم وناكل ونشرب وننام، يعني الناس كلها تنام. يمكن لانه بعدنا هسه قعدنا من الصبح هسه تشربون قهوتكم ويانا ولو حاطين الريوق هسه، فيمكن لهذا الناس بعدهم بمزاج النوم، بعد شويه راح
تغير الموضوع. اكيد، بس اول شيء نصبح على زين. صباح الخير. يسعد صباحكم ميس ورولا، شلونكم اليوم؟ اليوم احنا عال العال شلون ما يقولون، موسيقى واشياء. بلشين صباحاتكم باجواء حلوه بسكسفون وموسيقى. بالضبط. شنو الاله المفضله عندك زين؟ احنا يمنا الاجواء يعني حلوه مطريه، ممكن يمكن الاجواء تكون احلى. زين، بالنسبه للهاشتاج مال اليوم، انت شلون تقضي يوم العطله او يوم مميز بالنسبه لك؟ هو انا يعني صراحه حبيت التعليقات اللي جايه اكثرها تقول نوم واكل. اعتقد هذا هو هسه يعني امنيه الشاب اللي هو ياكل وينام، ما يشتغل، ما يسوي اي شيء. لا بس صراحه انا اتمنى انه يوم او الاجازه الرائعه النموذجيه تكون انه اكيد منطقه يكون بها بحر و هيجي خضره او خضار، فممكن هاي تكون السفره الحلوه اللي واحد شويه هيجي يفرفش. احلى شيء الخضره والخضار والطلعه الحلوه بيوم مميز. بس خلينا نشوف الفقرات اللي موجوده وياك اليوم زين، حتى نستمتع بفقراتك. شكرا لك ميس ورولا. مشاهدينا صباح الخير عليكم وين ما كنتوا. طبعا نبلش فقراتنا من اربيل بتقرير راح نحكي به عن رياضه هي ممكن تكون جديده علينا وعليكم، هي اسمها باغوت. هاي رياضه بدايتها كانت من تركيا واذربيجان، بعدين انتقلت الى دول العالم. طبعا هسه اكو اتحاد لهذه الرياضه اللي شارك به اكثر من 120 دوله، ومن بينها ثلاث دول عربيه، عراق وجزائر ولبنان. طبعا تشبه ب يعني ملامح الرياضه تشبه لعبه الكاراتيه او الجودة. فخلونا نروح نشوف الى هذا نشوف هذا التقرير ونرجع نعلق عليه. الفنون القتالية الرياضية هي لعبة الباغوث. فمن لعبة الباغوث هي يعني لعبة مو بس واحدة، عدة ألعاب يعني، هي من الجودة والكاراتيه والتايكوندو وكلها ألعاب الفنون القتالية. فالباغوث ماكو يعني مشهور يعني هسه، لأن لعبة حلوة بصراحة، وحبيتها إن شاء الله اللعبة، لأن لعبتي اختصاصي هي جيت كوندو فنون القتال. فما علي كابتن لوي هم كان يدرب في هي والله الممارسه من 1980 1980 انا امارسها لفنون القتال الرياضه هي لعبه الجيت كوندو. وبعدين تحدثت على الكاراتيه وتحولت على يعني عده لعب، لعبه الكاراتيه ولعبه كل الالعاب، وهذه اخير لعبه هي لعبه الباغوث. الكابتن هو مشتاق، هو لان اسس لنا لعبه الباغوث، لان قال عندنا بطوله ان شاء الله بتركيا عندنا. لا مو اي شخص، لا مو اي شخص يعتز اللعبه، لان هذه ممارسه، هذه ممارسه شنو لعبه قويه، وهذا تمرين لازم يتمرن، اذا ما يتمرن ماكو جسمه يتاذى بالضربات. التمارين هي اول شيء تمارين سويديه، وتمارين حتى شنو حتى ياخذ فقط ساعه كامله لممارسه السعود، وبعدين يجي الحركات اللي هي فنون القتال مو راسا، حتى لا عنده تشنج او يعني اسباب عنده دقه مثلا مثلا ضربته في شيء فشنو يصير عنده مثلا بطنه تاذيه، يصير عنده التواء أو عنده كسر أو فلس، فلازم يستخدمها شنو بالعقل مو بالذهن، أهم شيء عقله، التركيز هو، إذا ما ركز عقله ويا اللعبة ترى ما راح يلعب بالفنون قتال أبد.
لعبة الباوز تتكون من عدة ألعاب الفنون القتالية، وهي أصليتها لعبة مجانية، أصليتها من تركيا، أصلية اللعبة من تركيا، تجمع جميع الفنون القتال، تجمع جميع الفنون القتال. لعبة الباوز تأسست بال 2008، تأسست بال 2008 ووسع إن شاء الله عندنا بطولة العرب تصير في تركيا شهر رابع إن شاء الله، وهسه نحن عم نجهز نفسنا على البطولات والتدريبات والتمارين مالنا. بس يعني أرجو من يعني الجهة العليا يعني في الحكومة أو أي مسؤول يعني يدعمنا كمادة ككل شيء، يعني هسه كلها طلعاتنا بطولاتنا وهي كلها على حسابنا. يعني عندي بطولة العراق وعندي بطولة العرب وبطولة آسيا، كلها طلعنا كلها على حسابنا. طلع دعم ماكوش في محافظة تينور، الجنوب بيدعم بس بالموصل ماكوش أي مسؤول ينطينا وعد نجيب دعم ندعمك اطلع وهذا وكل شيء. مرة أي بطولة طلعنا شارك بطولة العراق بطولة منطقة الشمالية لعبة الباغوت ولعبة الكونفو جيت كوندو أو أي لعبات من الفنون القتال، أنا يعني لعبة فنون قتالية ما حد جانا دعمنا واحد ولا حد جانا قال لنا امسك هاي التركسود او امسك هاي البدله، هاي البدلات كلها على حسابنا والتجهيزات كلها على حسابنا. ننطي قاعه ايجار يعني الحمد لله احنا بالمنتدى منتدى الحدبان من نينوام الحمد لله ما عاد ايجار، وبس ايش ما ناخذ اشتراكات من لواعيد، حنطلع بطولات على حساب على حسابنا، دورات عسكريه دورات تدريبيه حنطلع هم على حسابنا، معسكرات تدريبيه هم على حسابنا، دورات تحكيميه اي شيء نطلع كله على حسابنا. من 2017 أمارس رياضة الفنون القتالية عامة اللي هي الكونفو، جيت كوندو، الباغوت، أخير شيء دخلنا الباغوت، فهي اللعبة يضم كافة الفنون القتالية. تأسست من عام 2008، أنا بديت أتمرن من 2019 بدأت التمرين بينا، شجعوني أهلي وأقاربي على هاي الرياضة، حبيت هاي الرياضة مارستها أبدعت بيها وضفت عليها القوة، البسامير، شيش مصبة، البلوك، هاي الشغلات قليل من الناس يقدرون يعملوها، ما أي واحد يجي يقدر يعمل هاي الشغلات. ويعني تحتاج إلى قوة، قوة أعصاب، مو أي شخص عنده قوة أعصاب يتحمل هاي. أنا كنت سباح عندي قوة تحمل، لأن يعني السباحة تبني قوة تحمل، فمن خلال هذه الرياضة هي السباحة بنت عندي قوة تحمل. من دخلت الفنون القتالية أبدعت فيها وأبدعت كثير شغلات عندي، اللي هي مال البلوك، تكسير البلوك، كثير شغلات. والله هي لازم يبدي كبداية، لازم أقش شهرين ثلاثة ياخذ تنطية، بعدها ياخذ قوة شوية، بعدها ياخذ ممارسة عليها أقل شيء سنة 18 سنة يلا يقدر يعني يمارس هاي الرياضة ويمثل هاي الشغلات اللي نحن نعملها. رجعنا وياكم مشاهدين ورا ما شفنا هذا التقرير من مدينة الموصل عن الرياضة، رياضة الباغوت اللي هي من فنون القتالية، فنتمنى نشوف أكو تنفتح مراكز لها بكل العراق، لأنه صراحة تبين مشجع الرياضة. مشاهدين وصلنا إلى فقرة الضيف اللي بيها راح نحكي عن مساوئ الترويج اللي يصير على بعض المنتجات التجميل وأيضا بعض الأنواع من المستحضرات اللي تصير بشكل عشوائي، فراح نحكي أكثر
بالتفاصيل وشلون ممكن هاي تأثر بالشكل النيجاتيف أو السلبي على المشتري. صباح الخير عليك. صباح اليوم يا سلطان محمد أكرم، شلونك؟ الله يسلمك، ممنون. الله يطول، شكرا، ممنون. اليوم إذا شوي يعني ننطي فد نبذة عن الترويج اللي دا يصير اليوم على الانستغرام بشكل عام على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. طبعا اكو بتوقف التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والانستغرام، بده يصير ترويج على مواد صعب كشف حقيقتها او صعب كشف مواد اللي بيها، فبدنا نشوف الاقبال الناس عليه بشكل كلش هوايه. واكو هوايه ناس يتاذون او يتاثرون بهاي المواد. فهذا الشيء نتمنى منه نوصل فكره للناس منه يقللون من هاي او يركزون على المواد اللي يتم ترويج عنها والمصدر مالها. زين اليوم بدنا نشوف اكو يعني عدد كبير من المنتجات اللي تطلع لنا بالسبونسرد او كمنتج مروج له بمواقع التواصل الاجتماعي، هل هاي المنتجات دائما او غالبا ما تكون مرخصه او يعني داخله للبلد بشكل قانوني ام هي بشكل عشوائي؟ لا طبعا، هاي المواد اغلبها هي يصنعوها داخل البيت او داخل اي مكان من الاماكن. يعني بالبيت هي مصنعه؟ نعم مصنعه بالبيت، لانه هاي المواد مستحيل يتم دخولها قانونيا او مستحيل يدخل ببروسيس او بالعمليات للسيطره من الايام الادويه. لانه اغلب المواد مثل ما تشوفها انت او احنا مثل ما نلاحظ يتم اخفائها الى ان الشخص يتم تسويقه من عنده، فما يحطون المنتج على. اذا انت برايك كصيدلاني شلون يعني ياخذون الموافقات؟ هل هذا الشيء اصلا يعني ترويج هو شكل يعني شيء قانوني هم يسووه او هو شيء غير قانوني؟ لا طبعا شيء غير قانوني، مثل ما قلت اسوي غير مرخص طبعا وغير قانوني. هاي المواد احنا ما نعرف مصدرها منين او ما نعرف اشخاص اللي هم دا يروجونها، لانه اغلب انت مثل ما تشوف المواقع او الطب على مثل ما قلت سبونسرشيب الطب جوا يكون دائما رقم الاتصال مالتهم فيك وما عندهم ويب سايت او ما عندهم موقع بالانترنت. واحد يتحقق من بالضبط صحه صدور. فاحنا كصيدله شو هذا الشيء دا يضوجنا انه هو ناس تتاثر به، فاحنا دا نحاول نوصل فكره للناس انه يعني ارجوكم يعني لو تزورون طبيب او صيدلاني الا ان تحقق هاي المواد، لان اغلب المواد اللي تجيك طبعا ما بيع على اكسباير، فانت تعرف ماكو شيء ما بيكسباير وماكو كل شيء لازم يكون عنده بالضبط. وما نعرف شنو هالمواد حقيقه المواد اللي هي شنو بيها ان كان زين او مو زين. زين انتم كصيادله مسوين شيء مثلا حمله على مواقع التواصل الاجتماعي؟ لانه صراحه اليوم مو بس الترويج العادي بدنا نشوفه، اليوم بدنا نشوف ايضا سيلبرتيز او مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي يروجون الى منتجات ممكن هي تكون يعني مثل ما قلت انه هي ما داخله بشكل قانوني او هي اصلا ما لها مفعول، فشلون انتم كصيادله ممكن توقفون؟ طبعا احنا كصيادله نحاول نوصل هاي الامور للنقابه، نقابه الصيادله. احنا عندنا جروب الفيسبوك، هذا الجروب دائما نخلي بيه المواد اللي غير صحيحه او المواد المهربه او المزوره. نسويها ككيس وندخله داخل الجروب والناس والنقابه هي تشوف شغله. يعني دائما مثلا طبعا بالنسبه للفنانين او اشخاص الفنانين مع احتراماتي لهم هم ما يعرفون طبيعه الماده هي شنو. بس هو سامع عليه ويتم ترويج عنه. فاتمنى من اي شخص من الاشخاص اذا حتى تم ترويج عنه يفضل يشوف المصدر مالته ويشوف المواد الداخله به. انه توف الترويج شويه الا مخاطرها من اكو ناس الى حساسين هاي المواد بها او لا. زين اليوم احنا يعني مو بس الشغلات اللي ما نعرف مصادرها، همين نشوف ادويه. نعم بالضبط. علاجات ممكن تكون سبونسر، فايش قد خطورتها هاي على الاشخاص اللي ما يعرفون شنو هاي الادويه؟ بالضبط. طبعا هو احنا اذا احنا نركز بالموضوع بشكل عام من ناحيه الشركات الادويه سياسه شركات الادويه ممنوعه منعا باتن من تروج موادها على الفيسبوك او على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. اذا تحب تطبع الشركات المعروفه كلش طبعا موقع التواصل الاجتماعي اذا تلاحظ عليه ما مروج ولا ماده من المواد، هذا الشيء غير قانوني. طبعا هذين المواد اللي يتم ترويج عنها هي اغلب هاي المواد هي مواد مهربه. وهاي المواد المهربه نفس الوقت او تكون مزوره كوبي او تكون سوء تخزين عليها او هو يكون اكسبير فقط بس نبدل التاريخ الانتاج مالته. فهاي كلش خاطره على الناس واتمنى يركزوا عليها. زين الشيء يعني اعتقد هسه احنا بجيل انه ما نقدر نوقف التجاره الالكترونيه اليوم هسه
تعرف بسبب كورونا وهم فيروس الكوفيد العالم قامت تشتري شغلات من الفيسبوك، تشتري من مواقع التواصل الاجتماعي، تشتري من مواقع الكترونيه ثانيه. فاحنا سنعرف انه العالم بلشت تشتري شغلات اونلاين. شلون نقدر احنا نزرع هذا الوعي انه هم ما يشترون اي شيء ومو من اي موقع يشترون؟ شنو هي الخطوات حتى احنا نوصل الى يعني صنع هذا الوعي عند المتبضع؟ طبعا اتمنى من الناس انه على مواقع التواصل الاجتماعي يروحون على مواقع إن كان صيدلية أو مواقع موثوقة بها الناس تعرفها، ونعرف شنو مصدر مادتها، لأنه باش أعرف إذا صار أي غلط هاي المواد كصيادلة أو كنقاط الصيادلة تعرف وين تروح وإلمن تحاسب. لأنه مثل ما تعرف الأدوية مو من الشغلات اللي تقدر تروج عنها بدون ما تعرف المقابل هو شي يحتاج، أو هو المقابل إيش عنده وش يحتاج كمواد بها أو المواد اللي ضارة له أو غير ضارة له. فأتمنى من الناس إنه يركزون على المواقع اللي هي مصدرها موثوق، المواقع اللي بها ويب سايت انه تعرف هذا المعروفه اللي ممكن هي بالضبط تكون بالضبط الشيء مرخص من النقابه. طبعا تعرف انت النقابه الصيادله ماكو صيدله تنفتح اذا من موافقتها ومو من كشفها. يعني عفوا واحد يقدر يفوت على موقع النقابه يشوف اذا مثلا هذه الماركه او هاي الصيدليه هي مرخصه ام لا؟ او لا بصراحه بشكل عام النقابه ما عندها هذا الموقع، منه ما عندها منه هاي المواد موجود يعني الصيدليات موجوده او لا، بس يقدر يزور الصيدليه او يقدر هو أو يقدر يزور النقابه او يقدر يزور الصيدليه، منه كل صيدليه بها باج او بها شهاده مالته موجوده وموقع من النقابه ترخيص من النقابه. بالضبط مثل ما تعرف الصيدليات كل شيء هوايه تقدر تروح وتقدر طبعا هاي المواد اللي هي نفسها المفحوصه والشركات كلش تعبانه عليها لين يطلعوها للسوق ينتجوها، فهي تكون موجوده بالصيدليات فتقدر بالضبط فتقدر تروح وهناك تروج عنها. هذا كلش يعني زين لازم الشخص ينتبه له، لانه صراحه اليوم احنا ما قمنا نفرق بين صيدليه واي محل عادي، لانه المحلات العاديه منها قامت تجيب مستحضرات تجميل، ادويه، صحيح، كريمات صحيح. فمهم جدا انه قلت اكو هذا الباج او موجود طبعا كل صيدليه بيه شهاده مالته موجوده وموقع من النقابه. شوف طبعا اكو بعض المواد بيتروج عنها اكثرها مواد حميميه الى مواد ضعف سمنه ضعف او من السمن الى الضعيف. هاي المواد دائما تكون مصادرها غير معروفه ومو موجوده بالصيدليات طبعا. انه هاي المواد اللي تشوفها مكتوب عليها اعشاب بس ما مكتوب عليها المكونات اللي موجوده عليها. فهاي دائما عندنا هاي الشغلات نحب فهم المقابل منه وشو يبتعد عنها. زين اليوم عندنا احنا اعداد او ارقام او حالات ممكن اشخاص وقعوا بفخ هاي أكيد المنتجات؟ اكيد اكيد. طبعا واحد من الاشخاص هاي قبل كم سنه جاي للصيدليه كانت بنت، فدائما عندها مشكله بالضغط ارتفع عندها الضغط. فانا سالتك قلت ايش مستخدمه قبل؟ مستخدمه المواد اللي هاي تم ترويج عنها يمكن انت ضعيفه شلون السمنين. لا تخاف من خلال يوم حاسمين 6 كيلو اوكي شلون هاي؟ فمثل ما احنا فحصناها بالصيدليه شفناه هو بس واتر ريتينشن او احتباس الماء فقط، فاحنا عرفنا هاي الماده شنو مصدرها، عرفنا من هاي الماده ليش تسوي يجي. فالمواد اللي موجوده بهذا المنتج اللي هي اخذته مواد كلش خطره ومو بس يسوي ارتفاع بالضغط، يسوي مشاكل كلش هواي اذا استمرت تاخذها. فمن هاي الشغلات احنا كصيادله شوي نخاف من عندها، انه الناس دي ياخذوه على اساس دي يشوفون الصور فيك اللي هي قبل وبعد. حتى الكابشنز مرات تكون يعني مثل تجذب الشخص انه انت تريد تسمن او تريد تضعف، فشخص انه لا يريد هذا الشيء وده يشوفه قدامه فممكن انه بدون تردد ياخذ هذا الماده. بالضبط طبعا واحده من المواقع طبعا انت واحده من المواقع التواصل الاجتماعي هو الفيسبوك. شفت هو بالبيج بنزل مسجات مال بينه وبين روحه بينه وبين بعض الاشخاص على فد ايتم او فد ماده ليشكروه او ايده يشكروه كذا على فد ايتم هو اصلا يعني باودر مو ايتم هذا. فالناس تتأثر بهذا الشيء، الناس تتأثر بالنتائج، وتعرف احنا بشكل عام كل المجتمع نحب شيء سريع، نحب شيء بطيء. فأتمنى من الناس يشوفون من الناحية العلمية، مو من الناحية التسويقية. أنت مثل ما تعرف هذا التواصل الاجتماعي ترى مو بس يهدد العراق، يهدد العالم كله، إنه هذا الشيء أصلاً يعني كلش ممنوع، وكلش السلطات تركز عليه إنه بيكون شون الناس اللي تروج هاي الأمور. زين اليوم اكو طريقه اذا شخص يعني وقع مثل ما قلنا مثل حاله هاي السيده اذا وقعت ب فخ سوشيال ميديا وهاي الترويجات، هل اكو طريقه انه هي تشتكي او ترفع دعوه من خلال نقابه الصيادله؟ هي تقدر تسوي هذا الشيء بس كلش صعب. ليش؟ احنا ما نعرف هو منو. انه مثلا طبعا انا كنت موظف قديم بالسيطره النوعيه اللي تكون على السيطره، فدائما المواد اللي تجيني الاستورج مالته غلط او صح
النقل كلش غلط. فاحنا نريد نعرف المصدر هذا منين يجي صح منبين. ف صعد المشاكل. نتمنى الاشخاص من يبلشون يتسوقون او يدخلون لمواقع التواصل الاجتماعي ينتبهون يعني زين على الشغلات اللي هم دا يتسوقوها او دا يشتروها. نعم. ويتاكدون اذا امكن مع صيدلاني او خبير بهذا المجال. اليوم كان ويانا صيدلاني محمد اكرم، نشكرك على المعلومات القيمه اللي مشاهدنا. نرجع الى استوديوهاتنا بدبي حتى يعني نقرا بعض التعليقات من هاشتاغ لحلقة هذا الصباح ونشوف رولا وميس شو عندكم تعليقات. شكرا لك زين، وفعلا الموضوع اليوم جدا جدا مهم، واني عن نفسي دائما اخاف اطلب اشياء اونلاين اذا ما عرفت مصدرها من وين، واحس صار العائله كلها عندهم هذا الاهتمام. ومثل ما قلت اليوم الهاشتاجز والموضوع جدا مميز، وبدنا نشوف الناس بدات تشاركنا، فحنشوف شنو عندنا بعد تعليقات على الهاشتاج. شكرا لك ويومك سعيد. ننتقل الى الهاشتاجز ونشوف تعليقاتكم على الانستغرام اللي موجود عندنا. اكثر التعليقات انا بصراحه متونسه بيها، اخذ المخده وانام، بعدين اخذ البطانيه وانام. بس اكو ويا ناس اللي قالوا اكو مسلسل ما شايفيه صار ما مكملي، صار لهم شهرين فراح يكملوه بهذا اليوم. ما اعرف كم حلقه تقدرون تكملون بيوم واحد، بس يعني اكو هاي السحبات اللي نسويها اللي نشوف خمس ست حلقات بيوم واحد ويا المخده. اوه هاي دائما نسويها. إيه؟ انها اتذكر حتى وقت ما اضطرينا كلنا نكون بالبيت، ما يسمعرف اذا شفتي ما خليت مسلسل ولا تقارير، يعني مليون سالفه وقت الحجر. يعني هسه تقولي لي ارجعي شوفي مثلا افلام او اشياء طويله، اقول لا شكرا خلص مليت بهذا الحجر اللي قضيناها بالاشهر، قعدنا وخلصنا كل المسلسلات. بس اكو هواي ناس والله قالوا ياخذون كتاب ويقرون ويطورون بنفسهم، فاحييكم للناس اللي كاتبين هذه التعليقات. اما ننتقل الى فقره تويتر، عندي خبر جدا جميل حبيت اشاركه وياكم اليوم، فخلي نشوف على الشاشه شنو الخبر اللي موجود ويانا. دائما اخبار تويتر قويه يعني سريعه وراسا على الموضوع. صحيح 100%. خلينا نشوف الخبر مال اليوم عن وكاله ناسا. غردت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن إلغاء اختبار أقوى صاروخ في العالم بعد دقيقة واحدة من الإطلاق بسبب حدوث خلل في أحد مكوناته، وخضع الصاروخ لاختبار الإشعال هوت فاير بمركز ستينز بوكالة ميسيسيبي الأمريكية الذي يعد الاختبار الأخير له قبل عملية الإطلاق التي مرت بثمان مراحل. يشار إلى أنه تم تأجيل إطلاق الصاروخ عدة مرات منذ عام 2016، حيث كان آخر موعد لإطلاقه نوفمبر الماضي، إلا أن مشكلة التزود بالوقود حال دون اكتمال مراحل الاختبار. هذا هو خبر تويتر اليوم عن ناسا. دائما اخبار تويتر مثل ما قلت لك تهم كل الناس. أي. اللي يهتم بالتكنولوجيا، اللي يهتم بالطب، اللي يهتم بالجمال، فيعني انا صراحه افضل تويتر. تويتر صحيح مثل ما ذكرتي دائما الاخبار تلاقيهم عن المشاريع الكبيره اللي تصير. صح. المواضيع المهمه اللي تصير، واحس انه كل شبكه تواصل اجتماعي متفرقه، يعني الانستغرام له شيء معين خفيف نظيف، اليوتيوب له فيديوهات لتونس. صح. صح. وتويتر له اخبار اللي دائما تقولنا اول باول عن الاخبار اللي شاركناها وياكم اليوم. المجتمع او الشاب العراقي او الشابه العراقيه لما نحكي عن الاشياء اللي هم يسووها كشباب، نفكر بهذه المواضيع انه مبادره جدا جميله انه نشجع الناس يدخلون بشغفهم ويدخلون بهذه المعارض اللي اهم شيء اللي صنع في العراق التشجيع على الصناعه الوطنيه. فجدا متحمسه اشوف تبارك شنو عندها، وان شاء الله تكون تواصل وياها قريبا ونشوف شنو الاشياء اللي موجوده بالمعرض. وانا بصراحه اتمنى ان اكون وياها بالمعرض لانه الظاهر عندها الاشياء جميلة. تبارك تسمعينا؟ أسمعك ميس، صباح الخير عليك وصباح الخير على كل متابعين برنامج صباح الشرقية. صباح الخير إليش تبارك. حابين نعرف المعرض اللي أنت متواجدة به اليوم، لو تاخذين لنا لفة سريعة وياك ونشوف شنو الموجود حتى نتونس وياك بهذا المعرض. طبعا اليوم احنا موجودين بداخل معرض بغداد الدولي، بمعرض صنع بالعراق. هذا المعرض يشجع على الصناعات الوطنيه وهو دعم للصناعه الوطنيه. هذا المعرض يفتح فرصه انه للشباب او للمشاريع الجديده حتى انه
فرصه لهم انه يشوفون اعمالهم، وايضا بنفس الوقت انه هذا الموضوع راح يحد من البطاله وممكن انه يشغل ايدي عامل. فاحنا راح ناخذكم جوله داخل هذا المعرض حتى نشوف شنو الشغلات اللي موجوده هنا. حنبدي من الناس. صباح الخير. اهلا، صباح النور يا ميت، هلا مرحبا. كنت نتعرف على حضرتك؟ احمد طلقاني من شركه اعلام الشركه العامه لصناعه النسيج والجلود. حلو، تحكي لنا عن مشاركتكم اليوم. حقيقه برعايه الاستاذ منهل العزيز الخباز وزير الصناعه والمعادن، اقامت وزاره الصناعه والمعادن المعرض النوعي الخامس على ارض معرض بغداد الدولي. حقيقه هذا المعرض هو الخاص بعرض منتجات وزاره الصناعه والمعادن وما انتجته الايادي العراقيه من صناعه وطنيه بحته. فنحن اليوم كشركه عامه صناعه النسيج والجلود التي تتكون من 10 مصانع نعرض ما لدينا من منتجات هنا كما ترون في المعرض. يعني ما اهميه مثل هيك المعارض للشركات سواء الحكوميه او الاهليه؟ بالنسبه للشركات الحكوميه، نحن يعني من ضمن ورقه الاصلاح التي قدمها دوله رئيس الوزراء بانه يكون هناك صنع في العراق، معرض صنع في العراق، هو انتاج حي للصناعة الوطنية وإظهار تسليط الضوء على هذه الصناعة وما تنتجه الصناعة الوطنية من التحديات التي يمر بها البلد. فنحن نثبت بأنه لدينا صناعة وطنية بحتة وتسد حاجة السوق. حلو، شكرا لك. شكرا لك، الله يسلمك. طبعا مثل ما تشوفون ورايا هذه الشغلات كلها تابعة لشركة النسيج، فهذه فرصة أنه حتى يعرضون أعمالهم ويشجعون على الصناعة الوطنية وأن الصناعة الوطنية تكون أفضل من المستورد. صباح الخير. هلا قلبي. هلا، عرفينا عن نفسك. لميس محمد، مديرة العلاقات العامة والإعلام بالشركة العامة لصناعة النسيج والجلود. حلو، عندنا تعرف شنو أهمية هيك معارض بالنسبة لكم أنتم كصناعة وطنية وكشباب؟ يعني المعرض يضيف دور كبير ويعرف الناس بالمنتج العراقي وبصناعة في العراق اللي إن شاء الله راح تكون علامة في كل بيت عراقي. وخلال تواجد الوزراء من مختلف الوزارات ومن مختلف القطاعات اللي احنا مشاركين بيها. أعرف شو المواد اللي موجوده اليوم؟ احنا كشركه شاركنا بالقطاع الصناعي بالكون الطبي والمنتجات الديسبوسبل والكمامات بخلال فتره ازمه كورونا، ومشاركين بالمنتجات العسكريه، ومشاركين بالملابس يعني والمنتوجات والسجاد. انه صناعه عراقيه بالشركه العامه لصناعه النسيج والجلود. شوفينا شوية، تعالي وياي. طبعا مثل ما تشوفون وراي هذه كلها صناعة عراقية وبأيادي عراقية. السجاد الميكانيكي اللي هو اسمه سجاد بغداد وبابل وآشور، وهو اللي هو علامة فارقة بالمجتمع العراقي، كله يعرف شنو يعني سجاد بغداد اللي بالمتانة وبالأصالة وبالعراق. إن شاء الله، إن شاء الله إذا ندعم المنتج الوطني فأكيد الناس تقبل عليه. يعني خلال يعني حديث دولة رئيس الوزراء قال إن شاء الله راح ندعم، راح نخلي ضرائب على المنتج المستورد حتى المنتج العراقي يرتقي والناس كلها تعرفه. شكرا لك، شكرا جزيلا. طبعا مثل ما شفتوا وراي إذا تشوفون هذا السجاد الحلو، هذا كله صناعة عراقية وبأيادي عراقية. أيضا مو بس السجاد، هواية هنا أكو شغلات الجلود. إذا نشوفوا بآخر فترة المعامل العراقية رجعت تشتغل، رجعت تزدهر مو مثل قبل، وشفنا آخر فترة معامل الألبان وغيرها. خلينا نشوف. صباح الخير. صباح الخيرات. نتعرف على حضرتك. أنا حسام الدين صبحي عمران من اللجنة التنسيقية للمعرض. حلو، النوعين. حلو، ما شاء الله لك. أريد تحكي لي شوي عن المعرض، عن تنسيق المعرض، شلون بديتوا بالمعرض؟ مثل ما نعرف أنه هاي الدورة الخامسة. نعم. فشنو التغييرات اللي صارت عن السنوات السابقة؟ حقيقة بالتوجيه من معالي الوزير الصناعة والمعادن المحترم كانت هذه المشاركة مميزة جدا، وبإشراف مباشر من معالي الوزير وكذلك من الوكيل الوزير التخطيط ومستشار الوزير. حقيقة كانت هذه مشاركة مختلفة عن السنوات السابقة، كون أنه هذه مشاركة هي مشاركة دعم الوزارات العراقية، فكانت التوجيه من المعالي أنه جميع الشركات الوزارة تكون هي موجوده بس هذه القاعه لو اكو بعد؟ لا، القاعة. هي فيها بس هذه القاعه يعني. زين، شنو الشركات اللي شاركت اليوم بالمعرض؟ حقيقه هي تقريبا جميع الشركات وزاره الصناعه والمعادن يعني لدعم جميع يعني قطاعات الوزارات. يعني بوزاره الصناعه لا، ايضا اكو شركات اخرى اهليه؟ لا بس عندنا شركتين اشتركت هي قطاع مختلط. يعني هو انه مسموح لجميع الشركات انه شركات وزاره الصناعه يعني حصرا حقيقه يعني.
اهلا وسهلا يا مرحبا. طبعا احنا مكملين وياكم بس اريد اطلعكم شويه من النسيج وننتقل القسم الثاني. تعالوا يا مصورنا خلينا نشوف هنا شنو اكو. طبعا مثل ما تشوفون المعرض كلش واسع وبما شاء الله وايد شغلات، وهذه الصناعه اذا شجعوها الناس ودعموها راح توفر ايدي عامله. وايد من الشباب اليوم عاطلين عن العمل، فممكن هذا يوفر لهم انه فرصه حتى يشتغلون. خلينا نشوف هنا. مرحبا، صباح الخير. متعرف على حضرتك؟ سيف الزهير. سيف، انت ويانا مباشره على قناه الشرقيه. اهلا وسهلا. نريد نعرف شنو مشارك انت اليوم؟ أنا بصفة يعني إعلامية جاي، مو مشاركة. يعني حضرتك إعلامي، شو شفت الأجواء هنا؟ أكيد ممتازة، ونشيد يعني بجهود وزارة الصناعة والمعادن والشركات المتميزة طبعا، حيث الشركات المتنوعة من حلو. كل الشركات يعني ما شاء الله العالم يعني متونسة. حلو، شكرا لك. مرحبا، الله يسلمك. خلينا نشوف هنا. مرحبا، صباح الخير. صباح النور. على حضرتك رئيس مهندسين علي حسين جمعه، مدير الهندسيه في شركه الفارس العامه. حلو، ما شاء الله. ريت تحكي لنا عن مشاركتك هنا، شنو كانت؟ شفت هنا هوايه شغلات. صدقنا العزيزه، احنا شركه الفارس مهتمه احدى اهم شغلاتها هي تكنولوجيا المياه، محطات المياه. واحدة من مشاريعنا الكبرى اللي قمنا يعني بها، هذا نموذج بالمساحات الحقيقية، مدينة رياضية بالبصرة، ملعب جذع النخلة اللي كل العراقيين احتفلوا به. تشرح لي بطريقة مختصرة شنو فكرة هذا المشروع؟ هو هذا المشروع انه يعني هو مشروع متكامل وانتهى. نسحب الماء من شط البصرة على امتداد 16 كيلومتر، وحتى اضطرينا انه نحفر له نفق تحت المستوى الشط بحدود 8 امتار ونوصل المياه الى المشروع هذا. زين، انتم يعني انه مهندسين ومسوين مشروع حلو، فشلون يفيدكم هذا المعرض؟ طبعا المعرض هو احنا نبين به قابليتنا كصناعه عراقيه، انه احنا قادرين على نوصل وننطي ما يمكن الشركات الاخرى الاجنبيه ايضا تسويه، بدليل انه هذا المشروع نفسه بالذات حاليا، لان مشروع جذع النخله تقريبا المي مالته توقف، فاحنا بدنا نزود 5000 اسره عراقيه بالبصره بالمياه من هذا المشروع. حاليا تدين الازمه مال المياه صارت بالبصره، فتحولت من كميه المياه من عندها 90% الى المواطنين انطيناها. حلو، مشروع حلو ولطيف، وشكرا لك. اهلا وسهلا بكم. طبعا هو المعرض فرصه حلوه حتى انه يعرضون المنتجات اللي موجوده. طبعا ايضا مثل ما تشوفون هنا اكو منتجات عسكريه، مو بس اجهزه كهربائيه وهيك. شكرا، اجتني هديه. اجتني هديه قلم اني واقفه وياكم. طبعا نشوف هنا اكو اجهزه زراعيه، وايضا اكو اجهزه اللي تخص الجيش، اللي تخص الشرطه. فخلينا نشوف هنا. صباح الخير. صباح الخير فضيلة الست. متعرف على حضرتك؟ انا كامل الحمداني، مدير اعلام التعدينية. حلو، احنا ست ويانا لايف على قناة الشرقية، اريد اعرف عن هذا المعرض اكثر، شلون يعني نظمتوه، فكرته كانت؟ والله هي فكرة دعم المنتوج الوطني والصناعة الوطنية، ورسخ الصناعة بالعراق من اجل صناعة وطنية نعلي بها، تشغيل المصانع. احنا من الشركات. شنو الشركات اللي مشاركه اليوم؟ تتضمن شنو المواد؟ قطاعات، قطاع الصناعه، قطاع الادويه، قطاع لدعم الدفاع والداخليه، قطاع الخدمات الهندسيه، ما عندنا قطاع لدعم الزراعه والتجاره. حلو، يعني بيه شغلات حلوه متنوعه. متنوعه، نعم. حلو، شكرا جزيلا. يا هلا ومرحبا. طبعا هسه مستمرين، خلينا نشوف هنا. صباح الخير. خير، اهلا وسهلا. نتعرف على حضرتك؟ أنا لبنى العبيدي، وكيل مدير العلاقات والإعلام شركة الفارس العامة. أهلا وسهلا. أهلا بك. تحكينا عن مشاركتك اليوم كامرأة، شلون يفيدك مثل هيك المشروع؟ طبعا أكيد إحنا هذا المعرض صار على شكل قطاعات، كل ما يخص قطاعات الصناعة والمعادن الإنتاجية. فأكيد إحنا نتبادل الخبرات، نتبادل يعني نتعرف أكثر على أعمال الشركات الأخرى، نعرف الآخرين بمنتجاتنا. نريد الغاية من هذا المعرض هو النهوض مرة أخرى وإحياء الصناعة العراقية. حلو، زين. اليوم شفنا هواي أكو مشاركات، وشفنا أجواء حلوة، وشفنا هواي ناس، فشنو رأيك بهذا الحضور، وشو ممكن هذا يفيد أنه بتطور الصناعة الوطنية؟ طبعا إحنا بالبداية كان مقرر أنه المعرض
مقرر إلى يومين، ولكن بسبب الإقبال من قبل المسؤولين بالدولة والافتتاحية كانت أيضا فتشي يعني كلش مميز، فصار إقبال كلش كبير على المعرض، فلذلك تمدد المعرض يوم آخر. حلو، يعني لهذا السبب انه استمريتوا يعني طولتوا طبعا المعرض طبعا أكثر. طبعا كان حلو. مقرر الى ايام محدده، فمن تمدد شو ممكن انه شجع على الصناعه الوطنيه ونطورها اكثر من المستورد؟ أكيد أكيد بتعريف المواطنين عن المنتجات اللي تنتجها وزارة الصناعة والمعادن عن طريق هكذا معارض، أكيد راح يتعرفون أكثر على المنتجات، لأنه المنتجات العراقية ماكو أفضل منها، وعدد كبير من الشركات حاصلة على شهادة الجودة والآيزو، من ضمنها طبعا شركتنا شركة الفارس، فهذا يعني دليل على جودة المنتج العراقي. فمن إن شاء الله نشوف المنتج العراقي دائما بالصدارة، نشوفه بالأسواق موجود. أكيد شكرا لك. طبعا احب انوه انه يمكن اكو مشكله بالصوت شباب، تبارك اهلا وسهلا تسمعين طبعا ان شاء الله الصوت واضح على بقيه القطاعات حتى نشوف شنو موجود. تسمعيني؟ اي ما يسست اسمعش. تمام تبارك، شفنا وايد مشاريع عندك جدا جميله، ومنهم المشروع اللي لفت نظري الصنع هذا اللي قاعد يصنع ويوفر المياه لاهل البصره لانه انقطعوا من المي، فهذا المشروع بس عن فضول، هل هذا شيء انه بس مسويه للمعرض ولا فعلا راح يتطبق، ولا شلون نعرف اذا هذه بس افكار ولا فعلا راح تتطبق بالدوله؟ ميس، هذه هي أفكار موجودة أنه داخل المعرض، هذه فرصة حتى يعرضون أعمالهم، يعني إذا شافت الوزارة أنه عمل من هذه الأعمال ممكن ينفع ويمكن يتنفذ على أرض الواقع، فراح يسحبون هذا المشروع وراح ينفذوه على أرض الواقع، فهذه فرصة حلوة لكل الشركات المهتمة حتى تعرض أعمالها وتسوق لها داخل هذا المعرض. وهذا المعرض كلهم عراقيين ولا هل أكو مشاركة من دول آخرين؟ عفوا ميس، ممكن تعيدين السؤال؟ المشاركات اللي موجودة بالمعرض هل هم فقط عراقيين ولا أكو من غير دول مشاركين بها؟ المعرض هو بصورة عامة صناعة عراقية فقط، والمشاركين بهذا المعرض اللي يخص الصناعة العراقية فقط، فهذا المعرض عراقي بحت، كل الشغلات اللي موجودة هنا هي بأيادي عراقية، مثل ما تشوفين ورايا أكو أيضا ملابس بصناعة عراقية، هنا نشوف مشاريع زراعية موجودة أيضا بصناعة عراقية، وأيضا الأجهزة العسكرية والزراعية وغيرها من هاي الأجهزة، فكلها صناعة عراقية بحتة. خلينا نشوف هنا شوية نتعرف على الأخ. صباح الخير. صباح الخير. نتعرف على حضرتك. الزيدين تجي المدير إعلام. تقدر تشيل لي الكمامة بس حتى مو أنا على ود الشاشة حتى أبين، مو حتى صوتك يصير واضح. اوكي متعرف عيد. بسم الله الرحمن الرحيم. عز الدين تجي مدير اعلام وعلاقات الشركه العامه لصناعه الهيدروليكيه. الشركه العامه لصناعه الهيدروليكيه تشترك بمعرض صنع في العراق، وبنسبه 90% من المعرض، لان انتاجنا احنا واسع ومتعدد. شنو الشغلات اللي تنتجوها بالعاده؟ احنا كشغلات انتاجيه عندنا نوعين من الانتاج، عندنا انتاج عسكري وانتاج مدني، والمدني يتكون من عده انواع، المدني بيلدنج البناء ك بيوت البلاستيكيه او الترابانات او خلينا نقول احنا نسمي الفاونديشن او الـ هذه اول مشاركه لكم بالمعرض؟ لا احنا مشاركين بجميع معارض صنع في العراق. حلو. ولا معرض احنا ما مشاركين بيه. الفرق عن السنوات السابقه بهاي السنه من ناحيه التطور من ناحيه الشركات الموجوده؟ هنا هسه احنا كنا نشتغل صناعه عراقيه، ماكو شركه تشتغل صناعه عراقيه، هذا المعرض هو وزاره الصناعه، معرض وزاره الصناعه، يعني مو معرض لشركه في وزاره الصناعه، في مو معرض، نعتبر احنا هذا معرض للعراق، صنع في العراق الحقيقي. حلو. زين شلون برايك شلون ممكن ان نطور الصناعه العراقيه وتكون موجوده داخل؟ نعم بالدعم اكثر من المستورد. اي احنا من ندعم منتوجنا ونقلل المستورد، نخلي عليه ضرائب ونخلي عليه صعب يدخل بلدنا، ما تنجح صناعتنا. اذا احنا المستورد يجينا
طبقه تبيع تجينا ب 3000 دينار والطبقه مالتنا اللي هنا هي اصلا مكلفه ب 5000 دينار اكيد المستهلك انا من الناس اروح على المستهلك اجود وسهوله ان نقلها نعم ولا والماده الطازجه والمادة الطازجة وين جايتك جايتك منتج صار له شهرين بالبحر يمشي وين المنتج هسه انت تاخذينه يعني برايك شلون انه ممكن هذه الشركات اللي حترجع مثلا نقول انه تحتي وترجع تشتغل مره ثانيه شلون راح يكون انه انعكاسها على الشارع العراقي اكيد شلون راح تفيد الشارع اكيد الانعكاس يصير واضح بالنسبه اذا المنتج العراقي اذا اخذ المستهلك وشاف بتميز عن المنتج الغريس اكيد هو احنا كنا اهل البلد ونحب التميز زين حلو زين. شكرا عيني شكرا انت نور شلون شفتي الاقبال على المنتجات العراقيه يعني مثل ما نشوف انه كثير من المنتجات تجي حاليا من برا شلون شفتي الافراد زيارتهم لهالمعرض بدقيقه اها باي الاجواء هي كانت كلش حلوه انا ما كنت متوقعه انه اكو هذا العدد من الناس اللي راح تكون مهتمه بهذا الموضوع وراح تجي تشوف المعرض وتشوف الغراض اللي موجوده به تفاجئنا من كميه الناس اللي موجوده اذا تشوفين هنا تقدر تلف فيها الكاميرا اذا تشوفين هواي اكو ناس ورايا مهتمه بهذا المعرض سواء الملابس او غيرها هواي ناس انه يشجعون على هذه الصناعه ويشجعون على الصناعه المحليه لان هم يشوفوها افضل من ما انه يجيبون هذه المواد ويستوردوها من الخارج شكرا تبارك لانه بصراحه كل المعرض خليتيني اتشجع انه ما اشتري اني الا من البضاعه العراقيه لانه اكو واية من الناس اللي كانوا موجودين بالمعرض ما كنت عارفه انه عندهم هذه الاشياء اللي هي صناعه عراقيه فشكرا لهالتغطيه الجميله وان شاء الله نشوفك بالحلقه الجايه شكرا لك ميس واكيد احنا بنشجع الناس انه تشتري الغراض والاجهزه اللي تكون صناعتها محليه وتشجع هذه الصناعه. ننتقل الى نهايه الفقره وهي الهاشتاج اللي وصلنا لهذه الفقره والسؤال اللي سالنا لكم اياه يعني شلون تقضون يوم الاجازه مالتكم وهي يوم مميز. اكو واحد كاتب او وحده 20 كوب التعليق على انستغرام هذا الشخص يمثلني. التعليق قال سكاي دايفنج وهي انه يقمز من الطياره فعلا يعني اذا عندك يوم عطله قمز من الطياره فحبيت هذا التعليق واكو طبعا مثل ما ذكرنا انه اكثريه التعليقات انام واقضيها نوم انام واقضيها نوم بس خلينا نشوف على الشاشه رولا شنو عندك يمكن لانه ورا هالحلقه اليوم شفنا ايش قد اكو اشياء ممكن واحد يسويها خلال العطله ان كان مع الاهل مع الاصدقاء من موضوع الموسيقى لموضوع الرياضه وحتى موضوع أن نزور أماكن ومعارض موجودة بالبلد أو بالمكان اللي إحنا فيه فاختارينا شوية من الهاشتاجز اللي شفناها ويانا أرجع لها حاولنا نبعد شوية على النوم والأمور هذه كلها أكيد بهذا البرد بطانية يعني أكو موضوع النوم بطانية وفنجان قهوة والتلفزيون تتابعونا اكيد صباح الشرقية والجو الجو يساعد اي شيء تلاقيه بارده وشتاء تريدين تنامين صحيح علي يقول لنا الخروج الى الطبيعه احلى شيء احلى شيء يعني نروح نتمشى نشتم هواء حلو البحر البحر والبحر اذا موجود او حتى على النهر عندنا ومينا شو تقول لنا اهم شيء بابا وماما يحضرون اللحم للشوي يعني احنا مشكلتنا دائما نشتهي اكل بس نكون على صباح الشرقيه واخر شيء ويانا وائل اقضي العطله مع الناس اللي احبهم ويمكن هذا احلى هاشتاج نختم به اليوم اللي هو فعلا اهلنا واصحابنا نقضي وياهم وقت على قد ما نقدر لانه مهما يكون المكان بسيط ومهما يكون الشيء اللي نسويه بسيط اتصور المهم اللمه والجمعه الحلوه وهذا الشيء فعلا فعلا دائما نحسه يغير من معنوياتنا يغير من الطاقه اللي عايشيها. اكيد طبعا وحبيت اختمها واقول لكم انه اذا عندكم يوم تقضون بها عطله واجازه يا ريت ما تقضوها بالنوم لانه عندنا الايام جايه نقدر ننام بها شو وقت ما نريد.
بس أهم نقطة إنه الواحد لما يقضي وقت مع الناس اللي يحبهم يقضي فعلاً اللحظة اللي قاعد يعيشها، مو اللي يقضي وقت مع الناس بس شايل تليفونه وعلى الإنستغرام طول الوقت ولا مشغول بشيء، بحيث ما حد قاعد يستمتع باللحظة اللي هو عايشها. فعيشوا اللحظة اللي هي الإجازة مالتكم واليوم المميز ويا الناس اللي تحبهم بدون ما تخلي التليفونات ولا أي شيء يفارقكم من بعض. هذه هي الرسالة اللي حبيت أوصل لكم إياها اليوم في صباح الشرقية. أقول لكم صباح الخير. ورلا إذا حابة توجهين رسالة للمشاهدين. خير الكلام ما قل ودل. يمكن أنه بس مجرد نوثق، إذا نريد نستخدم التليفون نوثق اللحظة الحلوة اللي ذكرتيها ميس. صباحكم ويومكم كله طاقة وحيوية وراحة بال، ونشوفكم على خير الأسبوع الجاي.